السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع. اليوم سوف نأخذ قصة في التسامح الموجودة في الكتاب صفحة 45، فلتقوم بفتح الكتاب على صفحة 45 فلنقرأ سويا قصة في التسامح. قرأت لك قصة في التسامح، سوف أبدأ بالقراءة. قصة في التسامح. كان شاب وصديقه يرتحلان عبر الصحراء، فتجادلا حتى ضربه الصديق. تألم الشاب لكنه لم ينطق بكلمة واحدة، وكتب على الرمال: اليوم ضربني أعز أصدقائي. استمر الاثنان في رحلتهما إلى أن وجدا واحة صغيرة، فقررا أن يأخذا قسطا من الراحة عند تلك الواحة ويتناولا ما لديهما من طعام وشرب. في أثناء ذلك علق الشاب في الرمال المتحركة، فأخذ ينادي صديقه طالبا نجدته، فبادر الصديق إلى إنقاذه وبذل في ذلك جهدا كبيرا. بعد أن نجا من الموت كتب على قطعة من الصخر: اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي. فسأله الصديق: لماذا كتبت على الرمال حين ضربتك والآن حين أنقذتك كتبت على الصخر؟ فأجابه: حتى تمحو رياح التسامح الأذى فلا نعود نتذكره، أما المعروف فإننا نحب أن نتذكره دائما فلا تمحوه الرياح. أحسنتم إلى حسن الاستماع. سوف أقوم بتوضيح بعض المعاني الواردة في قصة في التسامح. المعنى الأول: تجادلا، بمعنى تحاورا دون إقناع، قاما بالمحاورة دون أن يقنع أحدهما الآخر. واحة تجمع مياه في الصحراء وحولها الخضرة، وهي كلمة مصرية قديمة من اللغة الهيروغليفية. إذن واحة تجمع مياه في الصحراء وحولها الخضرة، وهي كلمة مصرية قديمة من اللغة الهيروغليفية. قسطا جزءا. علق، المقصود غاصت قدماه في الرمل. إذن علق المقصود غاصت قدماه في الرمل. بادر، استعد ومضى في. بادر، استعد ومضى في. بذل، قدم. رياح التسامح تعبير يبين صفاء قلبه اتجاه صديقه. إذا تجادلا، تحاورا دون إقناع. واحة تجمع مياه في الصحراء وحولها الخضرة، وهي كلمة مصرية قديمة من اللغة الهيروغليفية. قسطا جزءا، علق، المقصود غاصت قدماه في الرمل. بادر، استعد ومضى في. بذل، قدم. رياح التسامح تعبير يبين صفاء قلبه اتجاه صديقه. أحسنت. الفكرة الرئيسية في قصة في التسامح. النص يدعو، دعوة النص إلى محو الكراهية من القلوب وتثبيت المحبة وأسبابها. إذن الفكرة الرئيسية في قصتنا في قصة في التسامح، دعوة النص إلى محو الكراهية من القلوب وتثبيت المحبة وأسبابها. الهدف من القصة بشكل عام، لابد من أن يكون الإنسان متسامح ويتجاوز عن أذى وأخطار الناس إذن الهدف الرئيسي أو الهدف من القصة ككل هو أن يكون الإنسان متسامح ويتجاوز عن أخطاء وأخطار الآخرين وأذاهم، يتجاوز عن أذى وأخطار الناس، وأن يصنع المعروف للناس
دون النظر إلى أخطائهم، دون النظر إلى أخطائهم. إذن الفكرة الرئيسية في قصة في التسامح محو الكراهية من القلوب وتثبيت المحبة وأسبابها. أما أعزائي الطلاب، الهدف من القصة هو لابد من أن يكون الإنسان متسامح ويتجاوز عن أذى وإخطار الناس، وأن يصنع المعروف للناس دون النظر إلى أخطائهم. سوف أقوم بتلخيص أو بعمل ملخص للقصة. دارت أحداث القصة أعزائي الطلاب بين صديقين تجادلا في أمر ما، فضرب الأول الثاني لكنه لم يتفوه بكلمة واحدة. وبعد أن أخذا قسطا من الراحة، علق أحد الشابان في الرمال المتحركة. علق الشاب الذي ضربه صديقه في الرمال المتحركة في الصحراء، فبادر صديقه لإنقاذه. وعندما خرج أخبر صديقه بأن التسامح يمحو الأذى، أما المعروف فيبقى في ذاكرة الشخص مهما طال الزمن. إذا القصة هي بين صديقين، الصديقان تجادلا فضربا كل منهما الآخر، لكن أحد الصديقان لم يتفوه بكلمة واحدة. وبعد أن أخذا قسطا من الراحة، علق الشاب الذي ضرب صديقه في الرمال المتحركة، فبادر صديقه بإنقاذه. وعندما أخرجه قال له بأن التسامح يمحو الأذى، والمعروف يبقى في ذاكرة أي شخص مهما طال الزمن. طلابي الأعزاء، سوف نقوم باستخراج بعض من الأشياء من قصة في التسامح الموجودة صفحة 45. أولاً سوف أقوم باستخراج فعل ماضي ناقص كان. كان فعل ماضي ناقص. حرف نصب، حرف النصب يأتي بعده فعل مضارع منصوب. حرف النصب حتى. ويوجد حرف آخر سوف نبحث عنه سويا، أن. أن حرف نصب. ضمير متصل، هل تتذكرون ما معنى الضمير المتصل؟ هو الضمير الذي يتصل بكلمة، سواء كانت هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. توجد لدينا ضمائر في محل الرفع مثل واو الجماعة وتاء المتحركة وألف الاثنين ونون النسوة ولاء الفاعلين. ويوجد لدينا ضمائر في محل نصب أو جر مثل الهاء والياء والكاف. الضمائر المتصلة الموجودة في القصة التي أمامنا التي توجد في الكتاب، فإننا أنا هنا ضمير متصل. أنا سوف أضع دائرة عليه أفضل. نعم. وكتبت حرف التاء ضمير متصل. إذن فإننا أنا أعزائي الطلاب، أنا ضمير متصل والتاء ضمير متصل. فعل ماض، فعل ماض. كتب. التاء المتحركة لا تتصل إلا بالفعل الماضي، والفعل الماضي الذي أمامنا كتبت. كتب فعل ماض، كتب فعل ماض. مضاف ومضاف إليه، رياح التسامح، رياح التسامح. مضاف ومضاف إليه. نعت، نعت بمعنى صفة. جهدا كبيرا، صفة الجهد بأنه كبير، إذا نعت كبيرا. اسم إشارة للبعيد، يوجد لدي ثلاث أسماء إشارة للبعيد، ذلك وتلك وأولئك. والموجود في الدرس كلمة ذلك وتلك أيضا، وتلك أيضا. إذن اسم إشارة للبعيد ذلك أو تلك. فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب يأتي بعد أحرف النصب، وذكرنا أن حتى حرف نصب. ما هو الفعل؟ ما هو الفعل الذي يأتي بعد حتى؟ حتى تمحو،
تمحو فعل مضارع منصوب، حرف جزم وفعل مضارع منصوب مجزوم عفوا. حرف جزم من أحرف الجزم لما، لم حرف جزم وفعل مضارع مجزوم ينطق لم ينطق. إذا من أحرف النصب أن وحد، ومن أحرف الجزم الواردة في القصة لم، ويأتي بعدها فعل مضارع مجزوم لم ينطق. أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن استماعكم. أخذنا اليوم قرأت لك قصة في التسامح. ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.